شلون تكسر الازاز كله بلاط مفتوح، شوفوا كل هذا مفتوح، لا اله الا الله، شوف كسر بلاط كسر، لا اله الا الله، شوف الباب ما بقول الباب هذا بس، وكل الازاز اللي هنا كسر، سمينا عنيزه الان، اللهم الله يخلف عليك، لا اله الا الله، ما شاء الله. ابو عبد الرحمن ناظر بابك الصار، اللهم صيبا نافعا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لا يسكريم ولا اسكت بس امسك امسك بس ما بدخل وصور سمع، وقف عليه وقف عليه، انتبه انتبه بس. لا ابو عبد الله رجليك يا ابن الحلال، هيا عرفان ايش يسوي انت عرفان؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير عرفان، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله، هذه عبارات تصريف السيول بعنيزة تصب على وادي الرمل، تمشي كل العبارات، العبارة الواحدة تدخل بها السيارة، ما شاء الله تبارك الله. اليوم 12/8/1440 اخوكم بندر خويطة عنيزة. الدنيا غرقت، فتح المناهل الآن، بدأت عملية التصريف، طريق مكة عبد العزيز قدام إكسترا الليبسي ماركت. هذا
الدلاير. وش فيك؟ وش فيك يا خلود؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل الدرجة يا خلود.